تغلبت ازاي بقى على التحدي؟ انا دايما ابص عليه اللي هو تحدي خدمة العملاء. انا لما يحصل حاجة ما انا لازم اكلم خدمة العملاء او ابعت لهم او تغلبت على ده ازاي؟ طب الحل الاولاني بالنسبه لنا مش احنا نزود خدمه العملاء، كان الحل ان احنا نأوتوميت البروسيس، ان احنا نخليها كلها اوتوميت، يعني نخليها كلها اوتوميتد. اوتوميتد اه بالظبط، وتبقى سهله جدا، بحيث ان انت ككاستمر او ك يعني ك كواحد هتوصل الباكج او حتى كشركه، كل حاجه عندك على الاب او على الـ فانا شايف الرحله بتاعت المنتج بالظبط. بتاعي لو انا اللي ببيع وصلت لحد الكاستمر بتاعي او الزبون بتاعي ولا لا. مش بس كده العكس بقى، صحيح، ده احنا انا كشاري او شخص زبون فانا شايف الحاجه اللي جايه لي الشيبمنت بتاعتي ماشيه ازاي لحد ما بتوصل لي. بالظبط كده، وزودنا عليها كمان بقى احنا، ده اللي هو اسمه ايفنت تراكنج، ان انت تتراك الحاجه رايحه ازاي. لا، زودنا عليها حاجه اسمها كوميونيكيشن تراكنج، بحيث ان انت كشركه، انا دلوقتي ككورير بوستة بوصل الشحنه، كلمت العميل، العميل ما ردش، هتلاقي في التراكنج بيقول ان بوستة كلمت العميل الساعه كذا وما ردش. وما ردش، اوكي، بعتنا له مسج والمسج اهي، رحنا له عند البيت وما لقيناهوش موجود، كل ده على وصلت الباب الاب، اهو. كل ده باين قدامي على الاب. على الاب، فانت هتكلمني ليه؟ ودول مزدوج يعني ما بالظبط بين الكلاينت وما بين بالظبط صاحب الـ 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 او يعني الشخص اللي بيبيع. بالظبط، فانت دلوقتي هتكلمني ليه؟ لسه بيكلمونا، احنا اللي بيكلمونا تقريبا 4% من حجم ال 50,000، يعني ما شاء الله، طب كل يوم كويس. 4%، 4% ده بالنسبه للشركات ده احنا انجاز. طيب وكل شهر احنا بنبص على الرقم ده ازاي يقل يقل يقل، عشان معنى ان هو ما يكلمكش، معنى ان هو الحياه بقت عنده اسهل.